أخبار اليوم. أصحاب المعالي والسعادة، الوزراء وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري، المدربون، اللاعبون، تحية للاعبون. وأولياء الأمور، تحية كبيرة لأولياء الأمور. وأصدقاء الأولمبياد الخاص من رعاة وداعمين، ونخص بالشكر شركة كوكاكولا الراعي لهذا الحدث اليوم. وكالعادة أنحني شكرا للمتطوعين. نحن لدينا فرصة عظيمة اليوم لتوحيد الجهود من أجل العالمين، ونحن نبدأ في تنفيذ الخطوات الأولى لخطتنا الخمسية 2016-2020 على مستوى مصر والمنطقة والعالم. تجمعنا السنوي اليوم يعد بمثابة عيد وحدث محوري لجميع القائمين على الأولمبياد الخاص المصري برئاسة الأخ والصديق الوزير المهندس هاني محمود، حيث تبدأ فترة جديدة من العمل الجاد في تاريخ الأولمبياد الخاص المصري، والذي كان بالفعل محظوظا على مدار تاريخه بقياداته المميزة منذ نشأته رسميا كجهة مستقلة عام 94 برئاسة الدكتور مهندس إسماعيل عثمان والمرحومة الفاضلة مكة موسي. ويسعدنا جميعا اليوم، لاني معلش هحرج بره الكلمه الرسميه شويه، اتصلت بالدكتور اسماعيل عثمان الصبح وقلت له يعني احنا في انتظارك، قال لي انت دايما عارف الوضع الصحي وكده، فانا هبعت له اسماعيل عثمان. فمعانا اسماعيل محمد اسماعيل عثمان. اسماعيل اقعد عشان الناس تحييه، عبيد الدكتور اسماعيل عثمان. نحن هنا اليوم وفي كل تجمع للأولمبياد الخاص لنتعرف على تجارب تعظيم البحر ولنتعلم منها، وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أقص عليكم بعض من التجربة الشخصية مع الأولمبياد الخاص، وهي ذاتها قصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشرفت في أغسطس 98 بالعمل مع الأولمبياد الخاص المصري، ولمدة عامين تم خلالهما زيادة عدد اللاعبين المسجلين من 2000 إلى 15000 لاعب ولاعب. وشخصيا هنا فقد كان إيمان وإخلاص المرحومة مكة موسى يعد نموذجا لنا يحتذى به بكل المقاييس في عالم الأولمبياد الخاص. فتحية إلى روح مكة موسى. وهذا ما شجعني على قبول المنصب عندما تم تسميتي اول رئيس اقليمي للاولمبياد الخاص الدولي الشرق الاوسط وشمال افريقيا في يناير 2001، رغم انني مهندس اتصالات الكترونيه. في فبراير العام 99 نظمنا اول العاب اقليميه في حضور 13 دولة مشاركة و 260 لاعب ولاعبة في 3 رياضات فقط. آخر ألعاب إقليمية اللي حضرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنوجه له تحية من هنا. كان فيها 23 دولة، كان عدد اللاعبين أكثر من 1500، وكانت في 16 رياضة. وهنا الأرقام تتحدث. ايضا كان عدد اللاعبين المسجلين في المنطقه في عام 2001 20000 لاعب ولاعبه، الان وصلنا الى 150000 لاعب ولاعبه. الطريق ما زال طويلا. نعم انا في الدوره الرابعه، ولكن
يعني وكنا نسكن وكان دائما أمامي آية قرآنية وحديث نبوي أود أن أشارككم إياهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيضا الحديث النبوي عن أبي عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله تحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سأل فاسأل الله وإذا استعن فاستعن بالله. واعلم أن الأمة وهي في جزء الهام في الحديث من وجهة نظري واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك.